Alors, salam alaykoum khawti, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes surtout en bonne santé. Ma'akoum toujours Amira, ou raconte sur la chaîne YouTube Girl with Amira. Toujours ma'a les gamètes khawti, mais normalement ça va être la dernière vidéo, bi'idnillah, je la remets juste là, puis je vais finir biha les gamètes. Il est tout là, bizarre, une dernière partie. Alors les gars, le gamète mâle, كملنا معاه, ça y est, حكينا على l'appareil reproducteur mâle, حكينا على la spermatogénèse, حكينا على la spermiogénèse, حكينا على les cellules somatiques اللي كاينين كيما la cellule de Sertoli et les cellules germinales كاينين كيما la cellule de Leydig. Très bien, on va entamer directement le gamète femelle et on va commencer par l'appareil reproducteur femelle. Nous allons parler du gyrus tachatori l'ontawi. Alors, le gyrus tachatori l'ontawi, l'appareil reproducteur femelle, aussi connu sous le nom de système reproducteur féminin, est l'ensemble des organes qui permettent la reproduction chez la femme. Ou du moins, il se compose de. Alors, c'est l'appareil reproducteur femelle. Adna les petites lèvres et les grandes lèvres. Adna la vulve. En vérité, le vagin. Le vagin, ou à la mantéra, l'insémiura, elle parce que les spermatozoïdes qui lui tournent, ou la mantéra, il vous aura, c'est le vagin. Après, où j'en ai, le col de l'utérus, l'insémiura, rahim. Ok, rahim. Après, où j'en ai, le corps, le jisme ta rahim, tout simplement, l'utérus. L'utérus, معناها الرحم. هاي هنا كيش تكتب. هنا كاين لو كول دو لوتيروس. باغ كونطخ هنا سي لوتيروس. هاي لوتيروس. باغفي خاوتي. واش عندنا تاني؟ عندنا هنايا كاين هنا نلقاو مادة لزجة. اوكي هنايا نلقاو مادة لزجة. على هذه نسميوها لا ميكوز اوتيرين. لا ميكوز اوتيرين. هذا سي جدار الرحم. راه بالغوص نسميوه لا باغوا اوتيرين ودوكا نروحو للصح دونك لو فاجان لو كول اوتيرا لوتيروس هنا خاوتي سي لي ترومب دو فالوب او قنوات فالوب هاي اللي كاين في اليمنى وكاين في اليسرى ترومب دو فالوب خاوتي في النهاية تاعها نلقاو فيها هاد اليد سبحان الله هذه تبع ترومب دو فالوب برك عندها اسم نسميوها لو بافيون دونك كي تسمعوا لو بافيون ما تجيكمش بيزار سي هاد اليد اللي تنتهي بها رانيت فالو وهنا خاوتي سي لي زوفر بارفو دوك حنايا واش نسحقو نعرفو من لاباري ريبرودكتور فيمين نسحقو نعرفو لي زوفر باسكو سي لي ليو دو لوغوجينيس هما المقر اللي تصرا فيهم شوفوا هنا حنعطيكم ملخص صحيح الو لوفر سي لو ليو دو لوغوجينيس هو المقر اللي تصرا فيه التركيب تاع البويضه ابري عندنا ترومب دو فالوب ترومب دو فالوب سي لو ليو دو فيكونداسيون هنا راح يصرا الالتقاء تاع النطفه والبويضه والاتحاد بيناتهم ابري عندنا هنايا لوتيروس الرحم سي لو ليو دو ديفلوبمون امبريونير هو مقر التطور الجنين الوغ لابري ريبرودكتور فيميل نقدروا نزيدوا لها ثاني لي غلوند مامير لي غلوند مامير هي الغدد الصدريه علاش بون هي ماشي داخله في التكاثر ديريكتومون بصح ال برودويس دو لي ماتيرنيل هي اللي تنتج الحليب تاع الام بور نوغيغ لو نوريسون هي كومام عندها علاقه في التكاثر تري بيان الوغ دوكا خاوتي حنا كي راح نهضروا على تشكيل البويضه راح نهضروا على حال زوج حفايز راح نحكيو على حاجه واسمها الفوليكولوجينيز او التكوين تاع الجريبات وراح نحكيو على حاجه واسمها لوغوجينيز او التكوين تاع البويضات حنا دوكا باش نسامبليفيوها وما توليش تبان كومبليكي تبعوا معايا
Alors, très bien. شوفوا معايا البويضة هذه، زعما بويضة أول حاجة المقر تاعها وين راهي؟ راهي على مستوى المبيض. اسمها البويضة وين راهي؟ راهي داخل المبيض، صح؟ وما كاش بويضة وحدة، كاين بزاف بويضات. فلازم تعرفوا حاجة، اللي البويضة ما تكونش وحدها في المبيض، زعما ديريكتومون هكا محطوطة في المبيض. ربي سبحانه واش خلق لها؟ خلق لها واحد شغل، سبحان الله، شغل انا نقول لهم شغل اون بومبيس. بومبيس هما هذوك هذوك لي فيست اللي يجوا خشان، كي شغل راهي لابسه اون فيست كبيره، هذيك لا فيست تحميها وتحمي المعلومه الوراثيه تاعها. دونك البويضه جامي لا تكون وحدها هكا محطوطه غير هي، تكون دايما مغلفه بحاجه نسميوها فوليكول، ولا نسميوها بالعربيه جوري. صحيح، دونك تكون مغلفة دايما بجوري. بارفي غادي. دوك احنا السما واش راح نقراو؟ راح نقراو على زوج حفايس، راح نقراو على لوفوجيناس. لوفوجيناس نقصد بها التطور تاع البويضة، البويضة هذه تتطور. وراح نحكيو على حاجة واسمها الفوليكولوجيناس، معناها حتى هذا الجوريب اللي راهو محيط بها راح يتطور. دوكا شوفوا معايا، لازم نعرفوا حاجة. نبداو بلوفوجينيس. ألو، لوفوجينيس وين تصرى أول حاجة؟ تصرى داخل المبيض. أوكي، يعني كي البويضة تكون داخل المبيض هنايا تصرى هذه لوفوجينيس، وهي عبارة عن 3 مراحل، تشبه شوية لا سبيرماتوجينيس اللي قريناها في الكور اللي فات. سي عندنا لا مولتيبليكاسيون، لا كرواسمون، هنا كتبوا كرواسون هي نفسها لا كرواسمون، و لا ماتوراسيون. دونك مولتيبليكاسيون اي اكرواسمون اي ماتوراسيون. خصنا المرحله الرابعه اللي شفناها في سبيرميوجينيز، شكون اللي تفكروا شنو هي؟ سي لا سبيرميوجينيز ولا لا ديفيرونسياسيون. هنا ما كاش، هنا كاين غير 3 الاولين، صح؟ عند المرأة سهلة خوتي أكثر من عند الرجل. هاد لوفوجينيس تكون على البويضة، قلنا لو ليو تاعها سي لوفر، صايد فهمنا بلي المقر تاعها هو المبيض. عندنا نبداو أولا بلا ملتيبليكاسيون. ملتيبليكاسيون هي مرحلة التضاعف، معناها تكون عندي خلية وتضاعف بزاف. الفرق بين المرأة والرجل سبحان الله خوتي، هي الرجل تكون عنده خلية وتضاعف بزاف، النص يكمل التطور كما قلت لكم حتى يلحق سبرماتوزويد، والنص يتخبى باش المرة الجاية يزيد يتطور، وباش دايما يقعد عنده الخلايا الجنسية مدى الحياة. عند المرأة لا لا خوتي، لا ملتيبليكاسيون هذه تصرى لها خطرة برك في حياتها، خطرة واحدة وتحبس. لا ملتيبليكاسيون تصرى لها خلال الحياة الجنينية، تسمى تكون عندها بويضة واحدة، وخلال الحياة الجنينية، خلال الحياة الجنينية هذه البويضة تتضاعف لي بزاف بويضات. كيف كيف قلت هنا نقدر نقول تكون عندها غونوسيت، باسكو غونوسيت هي الخلية البدائية، وتتضاعف باش تولي دي زوفوغوني. شفتوا عند لومار سميناهم سبيرماتوغوني، هنا سميوهم اوفوغوني. اوفوغوني شحال عدد الصبغي تاعهم خوتي؟ سي دوزان كروموزوم. دونك لا ملتيبليكاسيون تصرى لها خطره في حياتها في لا في فوتال، ولا في لا في امبريونير، يعني في الحياه الجنينيه. صاي تولي عندها بزاف لي زوفوغون، يولي عندها ان ستوك معمر بلي زوفوغون. وهنا هذه الحاجه تختلف من طفله الى اخرى. كاين اللي يكون عندها مثلا مليون بويضه، كاين اللي يكون عندها 2 ملايين ينقسموا الى 2 ملايين، كاين اللي يولي عندها 4 ملايين، كل وحده كيفاه. وهذا الشيء علاش سن اليأس مثلا يختلف من مرأة إلى أخرى، على حسب عدد البويضات اللي تشكلوا لها في الحياة الجنينية تاعها. إذا كانت الانقسامات بزاف راح يكون كاين بويضات بزاف، وبالتالي سن اليأس يطول باش يكون. بينما إذا كانت البويضات ماشي بزاف راح سن اليأس يكون ديفو يجيهم في مراحل مبكرة كما في الثلاثينات مثلا. صحيح خوتي؟ خير. دونك لا ملتيبليكاسيون تصرا بوندون لا في امبريونير، ونتحصلوا على ان ستوك دي زوفوغوني يكونوا دوزان كروموزوم انطلاقا من الخليه البدائيه الاولى اللي تشكلت اللي سميناها غونوسيت. غونوسيت هي نفسها لا سيلول جيرمينال بريمورديال،
اخي شفتو قلت لكم كي سقسوكم الاصل تاع لي غاميت تقولوا لهم لي سيلول جيرمينال بريمورديال، دونك هما نفسهم كلمه غونوسيت، تسمى خليه بدائيه جنسيه وتكاثرت ولات دي زوفوغون. صحيح، كيفاش تكاثرت ولا كيفاش انقسمت؟ انقسمت بار ميتوز. ميتوز هو الانقسام بدون ما ينقسم لعدد الصف. صح. ابخي فوتي عندنا المرحله الثانيه سي لا كرواسونس ولا لا كرواسمون. هذه المرحله فوتي يقولوا باللي تصرا بوندون لونفونس. كيفاش بوندون لونفونس؟ معناها هذيك البيبي كي تزيد راه عندها لو ستوك تاع لي زوفوغوني، خلاص ما يزيدوش ينقصوا، هذه المرحله ما تزيدش تصرا، كي تزيد صاير. كي تزيد هذيك البيبي سبحان الله خاوتي تدخل في البويضه تاعها لي زوفوغوني، يعني يدخلوا في مرحله واسمها لا كرواسمون، يكبروا. وش يولي وسمهم خاوتي؟ شفاو مليح على واش راح نقول لكم. يولوا كبار، شوفوا يكبروا، على هذه قلت لها لا كرواسمون. يولوا وسمهم اوفوسيت اون. الى شفتو كيما عند لو مال كانت عندنا سبيرماتوغوني وكي دخلت لا كرواسمون ولات سبيرماتوسيت اون، هنا سي كيف كيف، سي لا ميم شوز، كبروا ولاو اسمهم اوفوسيت اون. برك حنا ما نقولوهاش اوفوسيت اون زعما هكا، نزيدو لها شويه دي باي، نقولو اوفوسيت اون بلوكي اون بروفاز اون. شفوا عليها هكا، لازم تكتبوها لهم هكا. لا كرواسمون يتحولوا كاع لي زوفوغوني الى دي زوفوسيت اون، باش نكونو كيما نقولو نعطيو الاجابه بدقه اكثر، نقولو بلوكي اون بروفاز اون. لازم صحيح خاوتي باغفي، مي لازم تعرفوا تاني كاينه حاجه سبحان الله، بلي الهويدات مثلا في لا ملتيبليكاسيون مثلا الا كانوا زوج ملاين البيبي هذيك ما تزيد، وكاع كاين بويضات يتم اطراحهم شغل يكونوا ماشي ملاح اللي يكونوا مشوهين، دونك مع الرجل ينقصوا البويضات قبل اصلا ما تلحق البلوغ. مثلا كاين زوج ملاين يقدروا يولوا لها مليون في الطفوله صحيح، يعني يتبدل العدد تاعهم. صح أميرة، لا ملتيبليكاسيون في الحياة الجنينية يكون عندنا ان ستوك تاع لي زوفوغوني، لا كرواسمون في لونفونس يتحولوا هادوك لي زوفوغوني الى خلايا كبار يتعمروا بلي ريزيرف بلي ريبوزوم و لينرجي ويوليو اسمهم اوفوسيت اون بلوكي اون بروفاس اون. صح. ابخي عندنا لا ماتوراسيون، تفكروا عند لو مال كي قلت لكم لا ماتوراسيون واش يصرالو؟ انقسام صح واسمو، يعني اللي كان يتبع ايفا il va très bien comprendre هاد الحاجة، راح تصرا لوجيكمون لا ميوز. très bien خاوتي، لا ميوز في لا ماتوراسيون قلت لكم تصرا لا ميوز، هو انقسامين متتاليين بلا ما نعاودو باسكو شرحناهم في الفيديو اللي فاتت، انقسامين متتاليين ينقسم فيهم العدد الصدري. بصح هادي لا ماتوراسيون عند المرأة، سمعوني مليح، لا ماتوراسيون عند المرأة تصرا فقط من سن البلوغ فمرة، يعني سبحان الله شوفوا كيفاش يصرا لا كرواسمون، يصرا لها في الطفوله كاع السنوات تاع الطفوله تاعها، كل شهر ولا كل مده تتحول من لي زوفوغوني هذوك وحده فيهم الى اوفوسيت اون بلوكي اون بروفاسيون، يخلصوا كاع هذوك لي زوفوغوني ويتحولوا كاع الى اوفوسيت اون بلوكي اون بروفاسيون. هذيك الفتاه تكون لحقت حوالي سن 12 سنه 13 سنه، وبالتالي تكون واش راح تدخل في مرحله البلوغ. تري بيان، ودوك خاوتي تدخل في مرحلة لا ماتوراسيون اللي تصراها من البلوغ فما فوق. وش يصرا؟ هذيك الأوفوسيت أون هي مرحلتين متتاليتين، شوف الأوفوسيت أون هاي راح تنقسم إلى خليتين، واش تمدلي؟ تمدلي أوفوسيت دو، وحدة واسمها أوفوسيت دو بصح الدوزيام ما واسمهاش أوفوسيت، هنا شوية مخالفة، واسمها جلوبول بولار جسيم قطبي. في الحق العلماء كيحوسوا شنو هو الدور تاع هذا الجسيم القطبي، مازال ما لقاوش فريمون شنو هو الدور، كيشوف خليه زايده. دونك شاك اوفوسيت اون تنقسم تولي اوفوسيت دو و غلوبول بولار، ولو كان نزيد ونعطيو الاجابه بدقه نقولو تولي، نقولو لوفوسيت اون تنقسم الى اوفوسيت دو بلوكي اون ميتافاز دو، اوفوسيت اون تنقسم الى اوفوسيت دو بلوكي اون ميتافاز دو و غلوبول بولير. دوكا فو زالي ندير اوكي اميرة، تسمى من بعد مورا راح يصرا الانقسام التالي، باسكو على بالنا بلي هذا الانقسام الاول تاع لا ميوز راح يصرا موراها انقسام واحد اخر.
راح نقول لكم وي ثانية إذا فهمتوها هكا، مي حبيت نقول لكم بلي الانقسام الثاني في الحق ماشي حصان. سنديغ سي با نورمال أميرة، علاش يا أخي؟ لا ميوز هي انقسامين متتاليين صرا في لا ماتوراسيون. وي بصح هنايا خوتي الانقسام الثاني يصرى بشروط إلا صرات لا فيكونداسيون، يعني إلا صرى الإلقاح راح هذيك البويضة تزيد تنقسم وتولي أوفول، يعني هاد لوفوسيت دو بلوكي أون ميتافاز دو راح تنقسم وتمدلي اوفول، هذه نسميوها اوفول وهي اخر مرحله تاع تطور البويضه، وغلوبول بولار واحد اخر، وهذا الغلوبول بولار ثاني تينقسم في الحقيقه الى خليتين دو غلوبول بولار جد. يعني في النهايه هذا الغلوبول بولار ينقسم الى اثنين يمدلي زوج لي غلوبول بولار، وهذه لوفوسيت دو بلوكي اون ميتافاز دو تمدلي اوفول زائد غلوبول بولار، يعني ولو عندك ثلاثه لي غلوبول بولار وأوفيو. بصح سبحان الله هذه حكمة إلهية خوتي، هذه المرحلة الثانية تاع لا ميوز ما تصراش غير إلى صرات فيكونداسيون. يعني شوفوا معايا، يعني خوتي باش نجي نوضح لكم الفكرة أكثر، يعني هادي لوفوجينيز ولا التطور تاع البويضه يصرى في المبيض نورمال، قلنا تكون عندنا اوفوغوني تتضاعف، بون تكون غونوسيت هي الخليه البدائيه تتضاعف، من بعد تولي لي زوفوغوني، ومن بعد يدخلوا في لاكروسمون، يعني يولوا اسمهم اوفوسيت اون بلوكي اون بروفاج اون، وقلنا هادي تصرى في الطفوله، ومن بعد من سن البلوغ فما فوق صرا لهم لا ماتوراسيون. لا ماتوراسيون قلنا لوفوسيت اون بلوكي اون بروفاج اون تنقسم باش تمدلي اوفوسيت دو بلوكي اون ميتافاز دو، ضروري تكتبوها لهم بالاسم الكامل تاعها، وغلوبول بولار. دوكا الى صرا الالقاح تكمل هذيك البويضه الدوزيام، تكمل البويضه تزيد تنقسم، يعني اوفوسيت دو بلوكي اون ميتافاز دو ترجع اوفول وغلوبول بولار كيما كنت نشرح فيها دوكا. يعني هاي لي اوفوسيت دو بلوكي اون ميتافاز دو تنقسم الى اوفول وغلوبول بولار، الغلوبول بولير يولي دو غلوبول بولير. صحيح خاوتي؟ تخي بيان. دوكا عندكم حاجة، عندكم هذيك في الحقيقة لا ماتوراسيون تصرى المرحلة الأولى برك في لوفر، يعني كي تولي أوفوسيت دو بلوكي أون ميتافاز دو هذيك تكون في لوفر، بصح من بعد البويضة تخرج، راح تخرج من المبيض وتروح لقناة فالوب وتقعد تستنى إذا يجو النيطة، الى جاء النطاف واتحدوا معاه راح تكمل وتولي اوفول، الى ما جاوش النطاف راح تنطرح بشكل اوفوسيت دو بلوكي اون ميتافاز دو سو فورم دو بارت فولغارمون دي سو فورم دي ريغل اعزكم الله. صحيح خوتي؟ يعني كي ما يكونش كاين بيبي وتكون كاينه الدوره الشهريه، معناها البويضه اللي حطت امام مرحله حبست فيها حبست في اوفوسيت دو بلوكي اون ميتافاز دو، بصح لو كان كاين بيبي سبحان الله راح تكون البويضه تحولت الى اوفول. صحيح خوتي؟ هذه هي لوفوجينيز ببساطه. صحيح. دوكا عندنا حاجه تصرى في نفس الوقت اللي هي الفوليكولو جينيز. جو في ماريتي ايسي باش ندير لكم لا فيديو ديرنيير فيديو هكا باش ديروا لي دوكا ملخص على لوروجينيز وعلى واش قرينا دوكا، وندير لكم اخر فيديو تاع لي جامات اللي هي الفوليكولو جينيز. ميرسي بوغ لاتونسيون تاعكم، ما تنساونيش من صالح الدعاء تاعكم، بارطاجيو ماكسيموم.